بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المطور على الليل والنهار تذكرة لأم القلوب والأبصار وتبشرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله وصحبه الأطهار. وبعد، كيف حالكم جميعا أيها الطلبات؟ في الرابع اليوم سنواصل درسنا في مادة القراءة في المستوى الرابع. كن معايا جميعا ولاحظوا وافتحوا الكتاب. نحن الآن في الدرس العاشر. الدرس العاشر: سلاح جديد ضد مريض البلحر. سلاح جديد ضد مريض البلهرسية. البلهرسية يعني موضوع هناك طبعا يعني مفردات وكلمات جديدة، مع أن هذا المرض يعني البلهرسية مرض زمان، نوع من مرض زمان الذي كانت في إندونيسيا يعني أصبح قليل وحتى في العالم. إذا نفتح القاموس، البلهرسية بمعنى في لغة الدكتورة الطب يعني سيستوميسياسيس. نريد أن نكتب هذا البلهرسية. فممكن لكم أن تبحثوا هذه الكلمة. معلومات كثيرة جدا منتشرة في الإنترنت، خيرا وشرا. سيستوسومياسيس. وفي اللغة الإندونيسية مكتوب هناك دمام كيو. أنا لم أعرفها من قبل. أحد العالم الذي المسبب منه يعني الدوداء في البلاد الحارة، يعني في البلاد الحارة هذا هو تمام كيون بسبب الديدان، يعني هذا فراسة. طيب نبدأ حتى نفهم. انظروا في الصورة، في الصورة في الكتاب يعني في صفحة 58، وهذا شكل يعني من هذا المرض أو الديدان البلهرسية. هذا نعم، فيها الذكر مع الأنثى، فيها الذكر مع الأنثى. هذا هو الذكر وهذا هو الأنثى. طيب نقرأ. مرض البلهرسية أحد الأمراض المنتشرة، يعني المنتشرة بشكل واسع في البلاد الحارة. نقول بلاد الحارة تروبس في الجغرافية، في البلاد الحارة وبخاصة في المناطق الاستوائية.
الاستوائية أصبح لغة إندونيسية، كانت الاستواء يعني أصبح اللغة الإندونيسية، هذه كلمة يعني معربة من اللغة العربية. في المناطق الاستوائية فهو ينتشر في واحد فهو ينتشر في 71 بلدا في العالم، يعني كثير. 71 بلدا في العالم، ويعاني بمن أصاب منه 300 مليون من سكانه. 300 مليون، يعني ما شاء الله كثير. يقول 71 بلد، 71 بلد، ومن هذه 300 مليون، 300 مليون من سكان هذه البلد. 300 كثير مليون. ودائرة انتشار المرض تتسع لتشمل بلدانا أكثر. هذه سيكون سينتشر أكثر من هذه من 300 مليون وأكثر من 71 بلد. وأعراضه تزداد خطورة يوما بعد يوم. يعني هذا المرض يعني تزداد خطورة يوما بعد يوم، كان في زمن ما طبعا. إذا فقد استقبل الاستكشاف الجديد، هناك استكشاف اكتشاف، يعني هناك اكتشاف الجديد نقول اوبسرفاسي، الذي حققته، الذي قد عمل منه من مختبرات شركة، مختبر من مختبر أو نقول جمع من مختبر، يعني مختبرات شركة باير في ألمانيا، هذا معروف باير، باير مونشن في ألمانيا، في بلد ألمانيا، ألمانيا نقول جيرمان، في اللغة العربية نقول ألمانيا، في الإنجليزية جيرماني. بحماسة بالغة، يعني بحماسة بنشاط يعني بالغة، لأنه يقطع سلسلة التطور. يعني هذه الشركة استطاعت أن تقطع سلسلة التطور للدودة التي تسبب هذا الداء، يعني حتى يكون الدودة يعني تقف ولا تطور ثم مات خلاص. يعني ما شاء الله جميل. طيب ثم نواصل الصفحة التي بعدها. هناك ثلاثة أنواع من الدودة التي تسبب البلهارسيا. الدودة يعني نقول باراسيت، نقول باراسيت. ثلاثة أنواع من الدودة التي تسبب البلهارسيا. أولا، ينتشر النوع الأول منها في شرق البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، أو أفريقيا. أولا في شرق البحر الأبيض، في شرق البحر الأبيض نقول أولا شرق البحر الأبيض. المتوسط السودانيين يقولون إفريقيا وليس وليس أفريقيا. ثانيا، وينتشر أنه الثاني هنا في الأمريكتين،
أمريكا، أمريكا، الأمريكيتين يعني أمريكا الوسطى والجنوبية، وأما الثالث فقد جاء من اليابان، حتى في اليابان موجود. يابان يابان. وفيه تصيب الدود الكبد، وفيه تصيب الدود الكبد، تعرفون معنى الكبد؟ يعني القلب، القلب. ثم والرئتين، والرئتين، الرئتين نقول بارو، والرئتين بارو، وتسبب فقرا شديدا في الدم، يعني الدم يكون قليل جدا، تسبب فقرا شديدا في الدم. أما النوع الأول فيصيب الجهاز البولي، النوع الأول يعني المنتشر في شرق البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، يعني يصيب الجهاز البولي، يعني saluran kencing، يسبب التبول الدموي، ما شاء الله، يسبب التبول الدموي، التبول الذي يهرس ليس ماء البول ولكن الدم. وأما النوع الثاني يعني في الأمريكتين يؤدي فيؤذي الأمعاء، الأمعاء، تعرفون الأمعاء؟ الأمعاء يعني أسس، أسس. ويسبب إسهالا شديدا، يسبب إسهالا، إسهال ماذا نقول؟ لين زائد في المعدة والأمعاء، يؤدي إلى إخراج فضلات الطعام منها مرات متكررة على غير المألوف الطبيعية، هنا نقول دياري، الإسهال دياري، أو في الاصطلاح نقول لين زائد في المعدة والأمعاء، يؤدي إلى إخراج فضلات الطعام منها مرات متكررة على غير المألوف الطبيعية. نعم. وقد يصاب مريض البلهارسيا بسرطان المثانة، ما شاء الله، حتى هناك سرطان. سرطان كانسر، كانسر المثانة، أقول كانكر كاندون كمي، كانكر كاندون كمي في اللغة، في الإسلام. وقد تؤدي الإصابات الرئوية، tentunya paru-paru ya, ila اضطرابات قلبية خطيرة، sampai ada اضطرابات، ada guncangan، ada اضطرابات قلبية خطيرة، jantungan. إن ترك معالجة البلهارسيا يؤدي إلى الموت، يعني إذا عندك هذا المرض ثم تترك، لا تريد أن تذهب إلى الطبيب، إلى المستشفى، أو إلى أي شيء ما، يعني تترك، يعني تخلي هذه الألم أو المرض، فهذا يؤدي إلى الموت بنسبة 50 و70% من الإصابات. 50 و70، ما شاء الله كثير، 75، يعني الذي له هذا المرض مثلا، ف 75% كثير، يعني كأنه 75، ما شاء الله 75%. و70% من الإصابات. والمعالجة صعبة جدا لأن الأدوية المستعملة سامة، الأدوية يعني الدواء سام، يعني مسموم، براجل. لذا كانت نسبة النجاح في المعالجة لا تتجاوز 30%.
كانت نسبة النجاح في المعالجة لا تتجاوز عن 60%، يعني فقط 30% حتى يعني تكون في حالة الصحة والعافية، فصعب جدا. والعلاج الجديد يقتل أجنة، أجنة الجن. العلاج الجديد، ada pengobatan terbaru, ya kutulu mampu mematikan atau membunuh ajinat itu dan gen atau bibitnya duda bakteri itu atau parasit itu fi jismil insan duna an yusabbib istimaluhu ay atharin janibiyan dari peksanti wa ya'malu al-ulama yang ya'malu bimana indahu amal lahum yani aman yani roja yani ba'da hadha al-iktishaf an yuqdi 'ala al-bilharsiya an yuqdi 'ala al-bilharsiya khilal sanawatin qalila idha ittubi'at at-ta'limat as-sihhiyya lil-wiqayati min hadha al-da' yani labud an nattabi' at-ta'limat as-sihhiyya protokol kesehatan, taklimat al-sahiyah lil-wiqaya min hadha hatta nab hatta natajannab wa najtanib yani min hadhihi al-wiqaya hatta natajannab min hadha adda min hadha adda yan al-wiqaya tu khair min al-ilaj naqul al-wiqaya tu khair min hadha min al-ilaj لابد أن نهتم بالصحة وبأحوالنا في البيئة وغير ذلك، لأن هذا يؤثر إلى المرض. يعني انتقال الوباء درجة من الوباء، الوقاية خير من العلاج. طيب، هذا هو الموضوع في الدرس العاشر، ونحن نريد أن نواصل مباشرة في الدرس الحادي عشر. نواصل في الدرس الحادي عشر مباشرة. تدريبات في التدريب الأول إلى التدريب السادس، تفضل فكملوا هذه التدريبات. طيب، في صفحة 62 هذا الموضوع، يعني موضوع يناسبنا حتى الآن، خاصة في يعني قبل رمضان وفي بعد رمضان كذلك. ما زال هناك يحدث هذا، يعني عنف اليهود، عنف اليهودي، يعني عنف هو يعني شدة أو قسوة أو حدة، يعني استخدم القوة استخداما غير مشروع فهذا هو عنف. استخدام القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون، هذا الذي استخدمه اليهود حتى الآن لفلسطين، إخواننا في فلسطين. طيب، نقرأ مباشرة. العنف العنصري، تعريف العنصري أنهم يهتمون بنوعه فقط، نقول راسيسم. العنف العنصري عند اليهود ظاهرة قديمة، هذه العنصري، العنف العنصري من زمان وليس جديد، يعني ظاهرة قديمة. يعني اليهود في البداية وفي أوائل لما خلقهم الله تعالى، يعني قد ظهر هذا العنف العنصري. هم أصلا من الأقوام الذي قد قتلوا أنبياءهم وحرفوا كتابهم ودينهم وغير ذلك، مر في القرآن كثير جدا.
ناشئة عن تصورهم للعالم والإنسان. العنصر هذه ناشئة، يعني تبني على أساس تصورهم للعالم والإنسان، ونابعة يعني جاء من التحريف الذي أحدثوه في دينهم، يعني التحريف بمعنى غيروا ما في دينهم. يعني أصلا في كتابهم هكذا، ولكن غيروا، لا يريدون هذا، وبدلوا تبديلا، يعني وبدلوا شيء الذي يخالف هذا الكتاب. ففي الدين اليهودي المحرف أنا، وليس الذي أصلا من الله تعالى، من أنزل به رسولهم من موسى وغير ذلك، ينقسم الناس إلى قسمين، يهود وغير يهود. هذا تصورهم، يعني هذا ما تصورهم حتى الآن. ينقسم الناس إلى قسمين، يعني كل الناس، كل إنسان في العالم كله، قسمين، يعني يهود وغير يهود. أما اليهود فهم شعب الله المختار. اليهود فهم شعب الله المختار، يا رب. خلقهم وفضلهم على العالمين، وخلق سائر البشر لخدمتهم. هؤلاء يعتقدون ويتصورون هذا حتى الآن، هي فقط يهودي وغير اليهود. أما اليهودي هو كأنهم أبناء الله، أبناء الله، وهم غير اليهود فهم خادم لليهود. إن خلقهم الله هذا غير اليهود لخدمة اليهود. يا جاء في التلمود، وهو أحد كتبهم المقدسة، جاء في التلمود وهو أحد كتبهم المقدسة، إن اليهود، طبعا هذا التلمود يعني قد غيره، إن اليهود أحب إلى الله من الملائكة، وهم من عنصر الله، فالولد من أبيه. هؤلاء يعتبرون أنهم من أبناء الله، يعني عنصر، عنده علاقة ذاتية مع الله. فالولد من أبيه، فمن يشفع اليهود فقد اعتدى على الله. فمن يشفع، من يعني يجعل اليهود عدو له، ماذا نقول، منمر، يشفع أو يضرب اليهودي، فمن يضرب اليهودية فقد اعتدى على الله، اعتدى على الله، يجعله يعني عدو، فهو عدو لله. والموت جزاء الأمم، وهو عندهم غير اليهودي، فلا بد أن يموت، يعني جزاء، كجزاء لمن ضرب اليهود، إذا ضرب اليهودي أو إذا يشفع فلا بد أن يقتل. الموت جزاء الأمم، هنا غير اليهودي. مثلا في العرب، هناك عرب وهناك عجم. فلولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض، يعني هذا ما جاء في كتابهم المنحرفة طبعا. فلولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض واحتجبت الشمس، يعني ما في شمس، وانقطع المطر، ما في مطر. واليهود يفضلون الأمميين، وفي التعبير القرآني الأمميين، كما يفضل الإنسان على الحيوان. فاليهود إنسان ونحن الحيوان، يعني غير اليهود والحيوان عندهم. والأمميون يعني غير اليهود جميعا كلاب وخنازير. بس فانتس نبونو بيسموه دي، كان عندنا انجن بيسموها بابي، يعني الامميون جميعا كلاب وخنازير. وبيوتهم نجسه كحظائر البهائم، يعني بيوتهم نجسه كحظائر، حظائر جمع من حظيره كندا، البهائم حيوان. ويحرم على اليهوديه ان يعطف على الاممي لانه عدوه عدو الله. يعني
للغير اليهودي هذا حرام باللطف، معاملتهم باللطف وباللين، يعني معاملة معاملته لغير اليهود لابد أن يكون معاملة قسوة وعنف. يعني تidak boleh orang berhalus berlemah lembut. Ya, orang Yahudi tidak boleh berlemah lembut sama orang di luar Yahudi. لأنه عدول عدوه عدو الله. Jadi memang kita dianggap musuh. وعدو الله. هذا ما في يعني تصورهم. فكل خير يصنعه يهودي مع أممين هو خطيئة عظمى. إذا هناك يهودي يعمل خير مع الأمم أو للغير اليهودي وهو يعني خطيئة عظمى، ليس عظيم ولكن عظمى، يعني هذا اسم التفضيل. وكل شر يفعله معه هو قرب إلى الله يثيبه عليها. كل شر يفعله معه هو قربة إلى الله، يعني إذا تعمل الشر لغير يعني لغير اليهود فهو عبادة لهم، يقربهم إلى الله، فيه أجر لهم. يعني ما شاء الله، هذا هو اليهود. ويظهر العنف العنصرية لليهودي في المعاملات المدنية أيضا، حتى في المعاملات المدنية، يعني pergaulan-pergaulan dalam معاملة يعني. فلا يحل لليهودي أن يقارض أخاه في الدين بالربا. كانت يهود مع اليهود لا ليس هناك ربا، ولا بأس أن يقارض من سواه. يعني ما في مشكلة إذا كان يهوديا يريد أن يستعير مع اليهود أو مع غير اليهود، ولكن ما بلا ربا، بلا ربا. ويحرم عليه الزنا باليهودية، اليهود مع اليهود ممرو حرام الزنا، ولكن تحل له من عداها، ولكن يمكن لهم الزنا بغير اليهودية. وإذا أقسم اليهودي لليهودي وجب عليه أن يبر بقسمه بقسمه لا بد أن يطيع هذه القسم، وله أن يحنث مع غير اليهود. ولكن إذا كان مع اليهودية لا بد أن يكذب، لا بد أن ينكر هذه القسم. وسرقة مال اليهودية حرام، أما سرقة غيره فجائزة. هذا وربما كانت واجبة، يعني أن يسرق مال غير اليهودية واجبة عندهم، لأن خيرات العالم خلق لليهود. كل هذا العالم كل خيرات العالم، يعني المهم العالم هذا كله لليهود، وعليهم أن يسعوا لامتلاكها بكل طريقة. واليهودية لابد أن يأخذوا وأن يحاولوا أن يمتلك أو يأخذ كل هذه الخيرات العالم بكل طريقة، حلال أو حرام أو يرزا. ومن أشنع ما فعل اليهود أنهم حرفوا التوراة، هم حرفوا وغيروا التوراة، ورووا فيها قصصا كاذبة عن أنبياء الله الكرام، قالوا إنهم شربوا الخمر. هؤلاء يقولون أن أنبياء الله شربوا الخمر، سبحان الله، يعني كيف هذا؟ وزنوا بمحارمهم. الأنبياء يفعلون الزنا وارتكبوا الفواحش ويعملوا الفواحش، وهذا الافتراء. طبعا هذه كذب لا شك، يعني يعطي اليهودي رخصة، لأن الأنبياء يعني لهم أنبياءهم يشربوا الخمر، فهم يشربون كذلك الخمر، لأن أنبياءهم يعني في اعتبارهم يعني زانوا، يعمل يعني الزنا بمحارمهم، فكذلك يفعل مثل ما فعلوا، يعني يفعل مثل ما فعلوا، لأن الأنبياء قدوة البشر. إنما نشاهده اليوم من جرائم يرتكبها اليهود ضد الأبرياء،
الأبرياء جمع من بريء، يعني ما في خطأ، ليس لهم خطأ، ليس لهم أخطاء في فلسطين وغيرها، يعني أطفال، يعني ما في شيء، ليس شيئا جديدا عليهم ولا غريبا عن تصورهم. يعني هؤلاء يقتلون الأبرياء، يقتلون الأبناء، يقتلون النسوة، النساء، الشيوخ، يفجرون بيوتهم، يعملون صاروخ نوكلي روكيت وغير ذلك، ببوم يعني في فلسطين. وهؤلاء يعني أبرياء، بدل أوراق فلسطين أبرياء، تدري ما أقول؟ أبرياء لا يفعلون شيء ولكن يقتلون. لماذا؟ لأن هذا هو عقيدتهم ثابتة عند اليهود. لابد أن يقتل، لابد أن يقتل غير اليهود، لابد أن يشرك غير اليهود، لابد أن غير ذلك. فهذا عقيدة لهم تنص عليها تعاليم دينهم المحرف. هذا يعني هذا ما في دمهم كله، وتشجع عليها. وفي القرآن الكريم والتاريخ الثابت أكبر الأدلة وأوضحها على لؤم اليهود وخصته. ماذا؟ قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى فهم ملعون عند الله تعالى. أصلا الكافرون عند اليهود هذا لعنة الله عليهم. لماذا؟ بما فعلوه، بما لهم، بما عصوا، يعني لهم معصية كثيرة وكانوا يعتدون. وهؤلاء يفعلون هذه خارج من النص أو من الكتاب عندهم، وغيروا وتصوروا وحرفوا دينهم وكتابهم ونبيهم. طيب، فنسأل الله تعالى تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، ويدمر ويهلك الكفرة واليهودية في إسرائيل. فأترك لكم أن تكمل التدريب كله في الدرس الحادي عشر، التدريب السادس، ونواصل إن شاء الله في الدرس الثاني عشر الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا ونواصل في الحصة في الدرس الثاني والثالث في هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.